هذا ملك تابع للفلاحه انت تدبر راسك ونعطيك 24 اور نعطيك 24 اور تجيب لي المعلومات. هاني نقول لك سيد مدير الفلاحه تعاونية تحلت راحت ولقينا فيها صنع الغاز عندهم سياج تما حنا دوك يا ملك الدوله يا البلديه لازم يعطيونا معلومات على حرك روحك. اسمع المره اللي فاتت في الحرث والبذر اعطيتك التوجيهات اعطيتك التعليمات ما رجعتش ليا يا رجع ليا لانفورماسيون كيفاش حنا هضرنا فيها صافي شهرين ولا ثلاثه ودوك تولي تقول لي البلديه واش دخل البلديه هذا ملك تابع للفلاحه انت تدبر راسك ونعطيك 24 اور نعطيك 24 اور تجيب لي المعلومات. هاني نقول لك سيد مدير الفلاحه هاي والله دير الماء ما كانش روحنا شكينا قلنا لهم كل خطا حلوا لنا نهار في السمانه هي هي باش يحلوا لكم العين ما يبيش يحلوا لنا العين ناقص يتويلي ما ناقص شيل باش نزيدوهم لا دوتاسيون من لا اسمع جودي هاي حرك روحك زيدوهم لا دوتاسيون من الاخر زيدوا عاودوا زيدوهم كوطه واحده جديده وانما وانما شوف اسمع لي الحاج اسمع لي الحاج حاجه الحاج الحاجه الحاج صلي على النبي شوف البيك معليش معليش حنايا نزيدوا زيدهم كوطه ولكن ابعث لينا شرطه المياه باش يتبعوا وين ما تلقى واحد من بيكي اقطع عليه الاول واثنين نتبعوه في العداله هذا ما كان هذا ما كان حنا واش طلبنا منهم طلبنا يعطيونا الماء ودير لنا الكونتر. تابعونا على المواقع التاليه.